الحكاية تبدأ مع سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء اللي سمعوا لكلام إبليس بدل من كلام الله سبحانه وتعالى. هم عصوا ربهم والعلاقة الكويسة بين الله والإنسان فسدت، وكانوا هم أول واحدين يرتكبوا معصية، والحرمان من الخلود مع الله كان نتيجة معصية. حاولوا يغطوا روحهم بورق الشر باش يستروا عورتهم، لكن الله عطاهم حل تاني، غطاهم بحوايج من جلد الحيوان بدل من ورق الجر، وهيك يا الله فضل جلد الحيوان على ورق الجر باش يستر عورتهم. سيدنا آدم وأمنا حواء جابوا ولدين، قابيل وهابيل. قابيل عطاه الله من الغلة اللي زرعها، أما هابيل أعطاه أحسن خروف من خرفانه باش يضحي به لله. قبل الله أضحية هابيل، لكن تاع قابيل ما قبلهاش. زعم علاش؟ على خاطر المعصية عقوبتها الحرمان من الخلود مع الله وما تنغفرش إلا بالدم. قابيل من حسد لهابيل قتله، وعملت هادي ورت هلبنا طريق الشر. بعد مئات السنين الشر كتر هلبة على الأرض، وإرادة الله طلبت أن يمحي كل الناس من على وجه الأرض، ما في حد نجي غير سيدنا نوح وعيلته. أمر الله سيدنا نوح باش يبني سفينة كبيرة، لأن يوم العقاب جاي وفي طريق واحدة لقبول رحمة الله والنجاة، وهي بالسفينة. كلهم ضحكوا على نوح عليه السلام لين سمعوا الرعد وشافوا البرق. المطر صبت من السماء وعيون المية تفجرت من باطن الأرض، وقت اللي الناس كانوا مش متين روحهم. الطوفان قتل كل بنادم وحيوان، والأرض اتدمرت بسبب معاصيهم. من جاء حد من الموت غير سيدنا نوح وعيلته والحيوانات اللي الله جابها وحطها في السفينة. بعدين سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو جميع المؤمنين أمر الله سبحانه وتعالى أن يضحي له بولده على الجبل، مع أن الأمر كان صعب هلبة على سيدنا إبراهيم، لكنه طاع الله وورى قوة إيمانه واخد ولده لجبل اسمه موريا. لكن وقت اللي سيدنا إبراهيم كان بيذبح ولده وقف الله وأعطاه كبش في مكان ولده، فداه بالكبش ورجع لولده. بعد 400 عام بعث الله سيدنا موسى باش يحرر بني إسرائيل من استعباد المصار وليهم، وفرعون ملك مصر مرضاش بالحاجة هذه وعاقب الله بعشر مصايب. في المصيبة الأخيرة سمح الله لعزرائيل باش يقتل أول ولد مزيود في كل عيلة، ما عدا العيلة اللي ذبحت خروف كأضحية، ورش الدم على قفص باب حوشهم البراني. ولما عزرائيل شاف الدم عرف أن الأولاد اللي الداخل فدوهم بأضحية. الزوز، اليهود والمصاروة، الأحرار والعبيد، لو يسمعوا كلام الله ينقذوا أولادهم. في الليلة هذيك صارت المصيبة هذه زي ما تنبى سيدنا موسى، بكي قوي وعياط عالي في مصر في حياش العائلات اللي رفضوا رحمة الله وما ضحوش. وبعدين وصل سيدنا موسى التوراة للناس واللي الله ورى فيها كيف تنغفر ذنوب الناس، ومكتوب فيها لازم المذنب يجيب كبش أضحية لشيخ دين باش يذبحه، وهو يحط يده عليها كرمز إن عارة وذنوبة تحولت للأضحية هذه، ويذبح الأضحية هذه وينزل دمها والمذنب انغفر ذنبه. النبي داود والأنبياء اللي بعده تبعوا توراة سيدنا موسى، ولكن كانوا متعجبين ويقولوا زعم بالحق إن بدم الضان والمعيز تنغفر ذنوب الناس، وإلا هي رمز لحاجة في المستقبل. وتنبأ النبي داود أن فيه ملك بيجي من بني إسرائيل من ذريته اللي بيملك ويحكم بقوة ويكون راجل متواضع ورحيم. هذا الملك بيكون من غير ذنوب، إنسان كامل طاهر بريء، وبعدين بيضحي بحياته ويكون أضحي عليها القيمة، وهو بيكون الذبح العظيم. سيدنا عيسى السلام علينا نزاد في زريبة على خاطر ما فيش حد الكلام، كان نزاد من العذراء، نزاد طاهر من ذرية الملك داود لكن فقير، جوس الراح زولية من المناطق القريبة، ورجالة حكماء وغنية من الشرق باش يكرموا المزيود ويشهدوا انه هو بالحق المسيح اللي وعدوا به الكتب السماوية ويراجوا فيه. وبشر سيدنا عيسى بالحب والحق والسلام والتواضع، كان نجار متواضع لكن معلم كبير، كان متضايق من المنافقين المتدينين اللي كانوا يهتموا بالطقوس أكثر من محبة الله، لكن حبوه الفقراء والمتواضعين والتائبين وحتى المذنبين. شفيه الطرش والعميان والمعاقين واللي ملبوسين بجنون، حتى أن فيه ميتين رجعهم للحياة مرة تانية. راجل من غير حوش وهو معلم متجول وينادي اللي يحبوا الله أنهم يعيشوا حياة صالحة. سيدنا عيسى بنفسه قال على الله إن قريب لي زي الولد أبوه، وورى الناس إن الله يحبهم زي ما يحب البو أولاده. والله يبي الناس يكونوا زي أولاده، لكن المشكلة إنهم استمروا في معاصيهم والله قدوس،
معاصي الإنسان اللي بدت مع سيدنا آدم قطعة العلاقة بين الإنسان والله، وسيدنا المسيح عرف كيف يردها. النبي يحيى تنبأ بسيدنا عيسى وقال شوفوا الذبح العظيم اللي ياخذ ذنوب الناس. سيدنا عيسى كان هو المسيح المختار باش يكون الذبح العظيم. المسيح مع عمره دار ذنب وكان متقدس وطاهر وكامل ومختار انه يكفر على الذنوب، وهيك البريء ياخذ مكان المذنب والتقي ياخذ مكان العاصي. سيدنا عيسى دار الحاجة هذه باش يبين مجد الله ويكون فدية لمغفرة المعاصي ويحرر الإنسان من سلطان المعصية ورجع الحاجة اللي خسرها سيدنا آدم اللي هي علاقة الإنسان القوية مع الله. إرادة الله تتطلب أن سيدنا عيسى يموت على الصليب مش بسبب اليهود ولا الرومان، لكن لأن الله يحب الناس. سيدنا عيسى ضحى بنفسه باش يصير من اللي كتبوه الأنبياء، أنه بيكون الأضحية اللي بعتها الله باش يغفر ذنوب الناس كلها، ذنوبك وذنوبي. مش هيك وبس، بعد 3 أيام الله أحيى سيدنا عيسى من الموت، وهذا وعد للي آمنوا به باش حتى هم تكون ليهم حياة خالدة مع الله. وبعدها سيدنا عيسى وعد أتباعه أنه بيولي مرة تانية، لكن المرة هذه بيكون ملك وحاكم عادل. سيدنا المسيح هو اللي بيتغفر الذنوب وهو هدية الله للناس باش ما ينحرموش من الخلود مع الله، لكن لازم يؤمنوا بتضحية سيدنا عيسى وهيك يقدروا يرجعوا العلاقة القوية مع الله. لكن زي أي هدية ما تكونش ليك إلا بعد ما تقبلها وتاخدها.